السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة احنا بنزور صرح طبي حقيقة في دار السلام، وده يكاد يكون الأول من نوعه بالشكل ده في مدينة زي مدينة دار السلام، مجمع رضوان الطبي. ده يعتبر، أنا بعتبر إن هو مستشفى مش مجمع، لأنه بيشمل كل أنواع الخدمات الطبية بتجهيز عالي جدا جدا، بإدارة قوية جدا جدا، نقدر نقول عليها إيه، أسعار رمزية. يعني المكان معمول لخدمة الناس مش عشان التربح، مش معمول يعني عشان الاستثمار. هو ايكونوميكالي، او يعني نتكلم عربي احسن، المبنى ده عبارة عن مستشفى للغلابة، معمولة بأرقى التجهيزات، معمول فيها مجموعة عيادات من جميع التخصصات، في غرف عمليات عالية المستوى. المبنى كله غرف العمليات راقية جدا جدا، وفيها إمكانيات عالية جدا جدا الاستقبال. بسم الله ما شاء الله، تحس إنك أنت في مستشفى، مستشفيات خاصة في القاهرة وفي اسكندرية. بجد المبنى يكاد يكون يعني حاجة مفخرة للبلد، وبشكر كل بني آدم قدر يقدم للمكان ده أي حاجة. وأنا يعني زيارة النهاردة مع عبد المنعم بيه عبد الأول رئيس المدينة للمكان كانت عبارة عن، نقدر نسميها افتتاحية لينا احنا مش للمركز، ان احنا نشوف يعني بنفتح عينينا لحاجات جميلة وحاجات راقية جدا جدا. اشعر ان انا في مكان قلما حدث وجوده بهذه التكلفة العالية جدا جدا، وبهذا القدر العالي جدا جدا من الاستاف الممتاز والمتمكن، تمريض، دكاترة، اداريين، وصاحب المركز طبعا عبد الله بيه ابو رضوان، راجل محترم جدا، واستقبلنا استقبال هايل. ونتمنى لهم التوفيق جميعا، واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي كل من دخل هذا المكان على ايدي الاستاف الموجود، وربنا يوفق اهله لاحسن من كده. وانا متوقع ان المركز ده في يوم من الايام هيعمل ضجه، مش في دار السلام ولا في سوهاج، هيعمل ضجه على مستوى الصعيد كله. وانا بادعو جميع الساده الاطباء الزملاء من جراحه او اسنان، لو عايز يعمل عمليات او النساء والتوليد او العظام، ان يجي يتفضل يشوف المكان عندنا هنا في دار السلام في مستشفى مجمع رضوان الطبي. هيلاقي ان في غرفه عمليات عنده مجهزه، استاف تمريض هيساعده بشكل جميل جدا جدا، عنده كل الامكانيات المتاحه اللي ممكن تساعد اي دكتور انه يعمل عمليه ناجحه وهو مطمئن. واشكركم واتمنى لكم التوفيق في كل حاجه. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده انا دعيت فجأة لتفقد مشروع اهلي، وفوجئت وانبهرت بالمستوى الرائع. استثمار اهلي في القطاع الطبي ده إضافة ممتازة لمركز دار السلام والمجتمع دار السلام. انا شفت تجهيزات مجمع رضوان الطبي، إضافة ممتازة وصرح عظيم في المجال الطبي يحتاجه المجتمع، هيخدم قطاع عريض من الأهالي البسطاء. وأنا عرفت كمان إن المجتمع المجمع الطبي بأسعار في متناول المواطن العادي. إحنا بنتوجه بالشكر لصاحب المجمع، والأجمل من ذلك إن أنا شفت حماس وتحمس للعمل من الفريق الطبي والفريق التمريض، وده شيء مبشر بالخير بإذن الله، وإضافة ممتازة جدا أسعدتنا. ويا رب نلاقي هذا الاستثمار في مجالات كثيرة تخدم المجتمع. مجمع رضوان الطبي احنا بنقدم خدمه للمريض، خدمه تنافسيه، بمعنى ان هو بياخد احسن خدمه في المستشفيات الاستثماريه باقل سعر. المريض هنا بيدخل باقل سعر الكشف، اقل سعر الاقامه، حتى العنايه سعر، يعني لما نشوف قائمه الاسعار بالنسبه للمريض في متناول الجميع. وفي نفس الوقت بتأدي خدمه عاليه، انا هتخدم كل شرايح المجتمع، الفقير واللي مش معاه فلوس، وفي نفس الوقت الغني، لان هو هيلاقي خدمه نفس اللي بياخدها في المستشفيات الاستثماريه بس بالاسعار القليله اللي احنا حاطينها. الميزة كمان هنا في المكان ان هو يعتبر اول مكان على مستوى المركز بالكامل مجهز من كل حاجة. احنا عندنا كادر من الاطباء في كل التخصصات،
يعني عندنا طبيب مقيم في الاستقبال، عندنا طبيب مقيم في العناية، عندنا طبيب مقيم نساء وأطفال، تمام. وبالنسبة لعيادات الصبح في عندنا أخصائيين جراحة عظام، جراحة عامة، مخ وأعصاب، وعندنا برضو أخصائيين نساء بيجوا الصبح وأطفال يساعدوا مع الطبيب المقيم، غير طبعا الاستشاريين اللي بيجوا لنا زيارات شهرية. ان شاء الله يعني نستهدف يعني استشاريين اساتذه من الجامعه في كل التخصصات. انا اخر حاجه احب اقولها لكل المواطنين اللي هيشرفونا ان شاء الله بالزياره وهياخدوا الخدمه، تاكد انت من اول ما تدخل لغايه ما تخرج هتحس بالامان والثقه، وده شعارنا الثقه والامان. بالنسبه لقسم التحاليل في مجمع الرضوان الطبي ان شاء الله، فاحنا مجهزين المعمل المجمع على احدث تقنيات التحاليل الطبيه الموجوده في مصر حاليا. يعني احنا عندنا اجهزه السي بي سي، صوره الدم الكامله الهيماتولوجي، وعندنا اجهزه الهرمونات واجهزه العنايه، وكمان ان شاء الله باذن الله هيكون في ان شاء الله اي بي جي اللي هو جهاز الغازات الدم، وباذن الله هيكون في متناول الجميع باذن الله. يعني هتكون الاسعار ليست تنافسيه بالمره، يعني باكد على الكلمه انها هتكون الاسعار اقل من اي حد وخدمة أكتر من أي حد في المركز بإذن الله. عندنا هنا في المجمع الطبي تمريض متميز على أعلى مستوى، بكالوريوس تمريض ومعهد تمريض، إضافة كمان للكارنيه مزاولة مهنة، بيتميز بالكفاءة العالية والدقة في التعامل والتميز، كمان إن هو كل قسم ليه تمريض مخصص بيه، يعني قسم العمليات التمريض الخاص بيه، قسم العناية التمريض الخاص بيه، قسم الاستقبال التمريض الخاص بيه. إضافة كمان في ميزة كويسة إن في عندنا تمريض متنقل، فريق تمريض متنقل للأقسام الطارئة، إن لو في أي أوفرلود أو في أي زيادة في الأقسام، التمريض المتنقل ده بسرعة أو في أقل من ثواني أو دقائق بيكون التمريض ده في المكان. الأونكول بيرن في المستشفى كلها إن في حالة حرجة أو كده، التمريض المتنقل بيلف على المستشفى كلها أو بيمر على المستشفى كلها. كمان في عندنا حاجة حلوة التمريض بيعملها هنا، إن إحنا دورات تدريبية باستمرار أسبوعياً أو شهرياً مع المرور الدوري. عندنا جروب مكافحة عدوى، عندنا كمان جروب جودة، دي دورات تدريبية باستمرار يستمر كل أسبوع، مكافحة عدوى مرور كمان عشان منع انتقال العدوى، بندربه على أعلى مستوى. الرضوان الطبي فريق إداري متكامل على أعلى كفاءة وأعلى دقة، عندنا إدارة عمل على أعلى مستوى لحل مشاكل المرضى والزائرين. الإدارة هدفها الأساسي تقديم أفضل خدمة في أسرع وقت. من داخل لوحة رقم 3 والتابعة لهندسة كهرباء دار السلام والتي يبدأ تشغيلها تجريبيا خلال هذه الفترة، يسعدنا أن نلتقي مع المهندس محمود صالح رئيس هندسة كهرباء دار السلام. أهلا بكم باشمهندس. أهلا وسهلا أستاذ حاتم، شرفتونا يا باشمهندس. باشمهندس يعني كلمنا عن اللوحة دي وبتخدم يعني أي مناطق في دار السلام، ويمكن في الفترة الأخيرة لاحظنا أنه قلت الشكاوى عن ضعف الكهرباء. والله والحمد لله، هي لوحة دار السلام رقم 3 دي أحد مشروعات وزارة الكهرباء والطاقة ضمن الخطة الطموحة للوزارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، ودي خطة تهدف لتطوير الشبكات وإضافة لوحات وقدرات أخرى بجميع مناطق الجمهورية، والحمد لله استطعنا تنفيذ أولى مشروعاتنا هنا لوحة دار السلام رقم 3، ودي بتخدم المناطق الجنوبية في مركز دار السلام بداية من ولاية سالم قبلي وولاية خلف، الخيام، النغميش، نقنق، الكشح والبلبيش، كل المناطق إن شاء الله تستفيد إما بتخفيف الأحمال أو إضافة مغذيات جديدة هتطلع من اللوحة هنا، وهتحقق الحمد لله اللوحة معانا فوائد عديدة، منها واحد إنه هو يعني تقليل زمن الأعطال بشكل كبير خالص، تحسين الجهود عند المشتركين، ويعني وتوفير تغذيات بديله في حاله الانقطاعات. يعني عندنا مناطق كثيره فيها شكوى من مغذي الواحد، الحمد لله دلوقتي هيبقى عندنا ان احنا نقدر يعني نبدل من مكان لاخر. يعني كده نفهم ان مش هيكون في يعني تخفيف احمال في الفتره القادمه ان شاء الله؟ لا، تخفيف الاحمال الحمد لله وزاره الكهرباء يعني تعدت الموضوع خالص، وحاليا عندنا الحمد لله في الوزاره يعني وفره في الانتاج، ما فيش اي داعي للتخفيف. هو اللي بيحصل حاليا في تطوير بيحصل في شبكات التوزيع على مستوى الجمهوريه، وده احنا من خلاله الخطه اللي وضعتها الوزاره نفذنا من ضمنها هذه اللوحه،
بتخدم يعني الحمد لله القطاع الكبير ده الجنوبي عندنا. ضاعفت عدد المغذيات اللي بتغذي وقسمت المغذيات الموجوده زي مثلا عندنا البلابيش كان بيغذيها مغذي واحد، حاليا البلابيش هيبقى فيها 4 مغذيات، الكشك كان مغذي واحد هيبقى فيها 2 و3 كمان في واحد ثالث، النجنة كانت بتغذى من مصدر تبقى 2، الخيامة تبقى من 2، أولاد خلفة تبقى من 2، سالم قبلي من 2، يعني عملنا زودنا مصادر للتغذية ودي إن شاء الله تأثر معنا في تحسين الجهود وتقليل زمن الأعطال يعني، ولسه إن شاء الله برضه باقي خطة التطوير إن شاء الله تكمل بعون الله يعني. باشمهندس، يعني تم إنشاء هذه المحطة إمتى وإزاي؟ ما الحمد لله العمل استغرق يعني حوالي أقل من 2 خلال فترة تنفيذ الخطة الطموحة لوزارة الكهرباء والطاقة. ونشكر برضه الوزارة هي اللي قدمتنا الدعم ده للشركة بحيث مكنتنا من تمويل المشروعات دي وتنفيذها بالسرعة برضه المطلوبة وتوفير المهمات. فكان المهمة الأولى رمي الكابلات الخاصة باللوحة من محطة المحولات ومغذيات الخروج، وبعد كده بدأنا عملية الإنشاء. الموضوع استغرق الحمد لله أقل من 2 يعني. يعني هيتم تشغيلها فعليا وتخفيف الاعباء من شكاوى الكهرباء في القرى اللي هي متواجده حوالين المنطقه زي ولاد خلف والخيام والقرى دي، هتم يعني توصيلها امتى وتبدا يعني تشتغل باستمرار ان شاء الله؟ احنا الحمد لله حاليا بدانا يعني التشغيل، نبدا تشغيل تجريبي يعني حاليا واختبار الاجهزه، يعني ان شاء الله في خلال شهر ان شاء الله نبتدي هنحمل المغذيات الجديدة بتاعتنا إن شاء الله كده، والناس هتحس يعني بالفرق. وفعلا بدأنا في بعض الحاجات الجزئي، الناس حاسة إنه في يعني الحمد لله الأعطال قلت وزمن إصلاح الأعطال نفسه قل والجهود اتحسنت أكتر طبعا. وإن شاء الله بعد لما تدخل باقي المغذيات معانا هتظهر فائدة اللوحة أكتر يعني، والفائدة المرجوة منها يعني فائدتها تحسن الخدمة وفي نفس الوقت تقليل زمن الأعطال عند المواطنين، بحيث يعني بنقدر نتعامل بسرعة، الخطوط بقت أقل في الأطوال وبقت أقل في المناطق وبتخدم فئة أقل. يعني كده المكيفات هتشتغل في الصيف يعني بجودة ثابتة، يعني يمكن كان في شكاوى من عدم يعني استطاعة التيار الكهرباء يعني مقاومة تشغيل المكيفات، يمكن كان أحمال كبيرة كده، أعتقد الضغط ده هيخف ولا برضه هيبقى في مشكلة في تشغيل المكيفات؟ والحمد لله يعني من بعد ما شغلنا جزء احنا من قبل كده بعض المناطق كنا مشغلين جزء، بدأ التحسن بالفعل وإن شاء الله هيزيد مع استكمال باقي تشغيل باقي الخطوط إن شاء الله. باشمهندس بالتوفيق ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله يعني ما نسمعش اي شكاوى بخصوص الكهرباء في دار السلام. وبرضه يمكن يخلينا نسال يعني هل تقديم التوصيل العشوائي مستمر ولا يعني توقف حاليا في دار السلام؟ والله لا، التقديم ده يعني بيخضع على المواطن، بيقدم نفسه على منصه الوزاره، في منصه معموله كده وبتبتدي هيبعت للناس بالنظام الالي يعني كله متاح حاليا يعني. المواعيد حضرتك موجودة في منصة الوزارة وتقدر بتقدم نفسك الحالة بتاعتك حسب الشروط والمستندات، وبيبعت لك بعد كده على المعاينة والميعاد على حسب التعليمات الموجودة في المنظمة. بالتوفيق باشمهندس، وإن شاء الله نلتقي بك في يعني مشروع آخر في دار السلام. شكرا لك. شرفنا يا صاحبي. شكرا. مع النائب جابر الطويقي عضو مجلس النواب عند دار السلام. سيادة النائب اهلا بك. اهلا وسهلا بكم وشرفتونا، وكل الشكر والتحيه لرجال قطاع الكهرباء بدار السلام برئاسه المهندس محمود صالح. يعني سيادة النائب، يعني كلمنا عن اخر تطورات الكهرباء في دار السلام خلال الفتره السابقه، ويمكن انت يعني كنت متابع القصه دي وكانت عدة شكاوى في الفتره السابقه، حاليا ايه الوضع؟ هو احنا حاليا الوضع عندنا كويس، وكل الشكر للسيد الوزير والسيد رئيس قطاع كهرباء سوهاج والسيد الوزير محافظ سوهاج على مجهوداتهم اللي بذلوها معنا من اجل الكهرباء، والسيد رئيس قطاع اسوان وكل القائمين على الكهرباء، لكن احنا لسه ما زلنا نحتاج الى رفع جهد اكثر في دار السلام. يعني في محطات جديده هتم انشائها في دار السلام ولا كده اعتقد يعني الوضع كافي؟ يعني نتمنى يكون تاني فيه لوحات جديده وتساعد معنا، زي مثلا لو فيه عندنا لوحة جديدة في كل مجلس قروي، يعني احنا عندنا اللوحة الأولى في دار السلام، 2 هي الكشح، 3 في أولاد يحيى، ودول يعني السيد الوزير ادانا موافقات عليهم، ونتمنى انه كل مجلس قروي في دار السلام يكون ليه لوحة مستقلة تخفف الجهد من المجلس القروي الآخر.
يعني يمكن احنا شايفين اللوحه دي هتخدم يمكن عدد كبير من المجالس القرويه، هتخدم مجلس قروي الكشح ومجلس قروي الخيام ان شاء الله. يعني كده اعتقد تخفيف الحمل عن دار السلام خف كتير قوي، تخفيف احلى احمال عن جميع انحاء المنطقه دي، بحيث انه احنا لسه عندنا اولاد الشيخ بتنور من المنشاه، فنتمنى انه احنا يعني نستقل في الكهرباء عن المناطق الاخرى، على بحيث انه المحطه الرئيسيه او الشبكه الرئيسيه في دار السلام تكون هي المتحكمه في تلك اللوحات وفي كل انحاء دائره المركز. يعني برضو يمكن ده حل للكهرباء، يعني اخر تطورات قطاع المياه الشرب والصرف الصحي في دار السلام، هل في جديد في الفتره القادمه؟ طبعا بالنسبه للصرف الصحي، المحطه الرئيسيه اللي هي في نجوع مازن حاليا فوق ال 300 مليون جنيه شغالين فيه، وقريب ان شاء الله يبدا تجهيز الصرف الصحي في مدينه دار السلام. احنا المشكله الوحيده اللي عندنا اللي احنا قلقانين عليها وفي اشد القلق هي مستشفى دار السلام المركزي. طيب ايه الجديد فيها؟ ايه الجديد فيها حاليا؟ هي كده سحبت من الشركه الاولانيه، واحنا حاليا يعني مستنين الشركه الثانيه تبدا الشغل فيها، وميزانيتها معتمده وهي والصرف الصحي باذن الله. يعني كده خلال الفتره القادمه هتحل مشكله المعشر بالصرف الصحي والمستشفى ان شاء الله. شكرا لك سيدي نائب. شكرا لك. شكرا يا فندم. شكرا. ومعنا المهندس وائل العمده رئيس شبكه كهرباء اولاد سالم. باشمهندس اهلا بيك. اهلا وسهلا بيك وصحتكم، شرفتونا. باشمهندس يعني كلمنا عن مدى تخفيف هذه اللوحه عن الاعباء الوظيفيه لقطاع الكهرباء في اولاد سالم. والله اللوحه دي موقعها ممتاز 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 بالنسبه للاختيار المكان، يعني ليه دي قربت المسافه من القرى، من القرى من المصدر، يعني دي جت في النص قربت المسافه. المغذي بدل ما كان طوله 6 كيلو 7 كيلو 8 كيلو اصبح طول المغذي لا يتجاوز 2 كيلو 3 كيلو، وده ان ادى يؤدي الى زياده الجهد، العطال تبقى قليله، يتم الفصل عن الجزء اللي فيه العضل الباس، ما يتمش الفصل عن كميه كبيره من القرى، وزياده الجهد برضه. يعني اعتقد فتره سابقه كان هناك شكاوى كثيره من المواطنين بسبب تخفيف الاحمال وانقطاع الكهرباء، يعني ده المشكله ده هتنتهي خلال الفتره القادمه ان شاء الله؟ ان شاء الله ان شاء الله تعتبر انتهت بنسبه 90%، لانه لما كان يحصل عضل في محول مثلا ما كان يتم الفصل عن كميه كبيره من المحولات، دلوقتي يتفصل عن الجزء اللي هو فيه العضل بس. هذه فائده اللوحه دي. ثانيا اقترابها من القرى ما يزود الجهد، طالما قل الامبير الجهد يزيد بس ان شاء الله. يعني بالتوفيق ونتمنى ان شاء الله يعني تحل جميع مشاكل كهرباء. شكرا لك باشمهندس. ان شاء الله. شكرا بارك الله فيكم. معنا الاستاذ محمد ابو الوفا رئيس مجلس قروي الكشح. اهلا بك يا استاذ محمد. اهلا وسهلا بك يا استاذ الخليج. يعني اولا الف مبروك يعني التشغيل التجريبي للوحه، ويعني كلمنا عن مشاكل الكهرباء في قريه الكشح ومدى يعني انتهائها عقب تشغيل هذه اللوحه. لا الحمد لله، طبعا دي تعتبر محطه رقم 3 في مركز دار السلام، فهي بتخدم ثلاث وحدات محليه، مش الكشح بس، يعني هتخدم قريه السلام والوحده المحليه بتاع الخيام والوحده المحليه لولا السالم. فالحمد لله يعني بصراحه انجاز يعتبر، ورفعت الكفاءه عندنا، لانه انا عندي في قريه السلام طبعا زي ما سيادتك عارف فيه ورش وحرفيه وصناعيه، فكان كنا دائما بنعاني من عمليه الكهرباء، فهي باذن الله الحمد لله حلت المشكله خالص نهائيا وتمام. يعني كده اعتقد المشكله اتحلت، وان شاء الله يعني يكون فيه يعني زياده في المشاريع الاقتصاديه، وخاصه يمكن يعني مجلس قرى الكشح يعني يمتاز بوجود يعني عده المجالات في مجال الصناعه، ويمكن اكبر ورش تقريبا موجود عندك في هنا في قرى الكشح. تعتبر بلد حرفيه، تعتبر هي الوحيده على مستوى مركز دار السلام فيها جميع الحرف، سواء تصنيع سياره بتاع ده، يعني فيها كل يعني ورش خراطه وحداده، فده بيعتمد على الكهرباء، وكده اعتقد ده بيحل مشكله كبيره معاك اللوحه دي النهارده. كل الاعتماد كله على الطاقه والكهرباء هنا في قريه السلام. يعني ان شاء الله بالتوفيق، ونتمنى ان شاء الله يعني تحل جميع المشاكل في مجلس قرى والكشح ان شاء الله. شكرا لك استاذ محمد. شكرا لصحتك، مشرفتونا، ومبروك لدار السلام كلها. يعني مش السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده احنا بنزور صرح طبي حقيقه في دار السلام، وده يكاد يكون الاول من نوعه بالشكل ده في مدينه زي مدينه دار السلام. مجمع رضوان الطبي ده يعتبر، انا بعتبر ان هو مستشفى مش مجمع، لانه بيشمل كل انواع الخدمات الطبيه،
بتجهيز عالي جدا جدا، باداره قويه جدا جدا، نقدر نقول عليها ايه؟ اسعار رمزيه. يعني المكان معمول لخدمه الناس مش عشان التربح، مش معمول يعني عشان الاستثمار، هو ايكونوميكالي او يعني نتكلم عربي احسن. المبنى ده عباره عن مستشفى للغلابه، معموله بارقى التجهيزات، معمول فيها مجموعه عيادات من جميع التخصصات، في غرف عمليات عاليه المستوى، المبنى كله غرف العمليات راقيه جدا جدا وفيها امكانيات عاليه جدا جدا. الاستقبال بسم الله ما شاء الله، تحس انك انت في مستشفى من المستشفيات الخاصه في القاهره وفي اسكندريه. بجد المبنى يكاد يكون يعني حاجه مفخره للبلد، وبشكر كل بني ادم قدر يقدم للمكان ده اي حاجه. وانا يعني زياره النهارده مع عبد المنعم بيه عبد الاول رئيس المدينه للمكان كانت عباره عن نقدر نسميها افتتاحيه لينا احنا مش للمركز، ان احنا نشوف يعني بنفتح عينينا لحاجات جميله وحاجات راقيه جدا جدا. اشعر ان انا في مكان قلما حدث وجوده بهذه التكلفه العاليه جدا جدا وبهذا القدر العالي جدا جدا من الاستاف الممتاز والمتمكن، تمريض، دكاتره، اداريين، وصاحب المركز طبعا عبد الله بيه ابو رضوان راجل محترم جدا واستقبلنا استقبال هايل، ونتمنى لهم التوفيق جميعا. واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي كل من دخل هذا المكان على ايدي الاستاف الموجود، وربنا يوفق اهله لاحسن من كده. وانا متوقع ان المركز ده في يوم من الايام هيعمل ضجه، مش في دار السلام ولا في سوهاج، هيعمل ضجه على مستوى الصعيد كله. وانا بادعو جميع الساده الاطباء الزملاء من جراحه او اسنان، لو عايز يعمل عمليات او النساء والتوليد او العظام، ان يجي يتفضل يشوف المكان عندنا هنا في دار السلام في مستشفى مجمع رضوان الطبي. هيلاقي ان في غرفه عمليات عنده مجهزه، استاف تمريض هيساعده بشكل جميل جدا جدا، عنده كل الامكانيات المتاحه اللي ممكن تساعد اي دكتور انه يعمل عمليه ناجحه وهو مطمئن. واشكركم واتمنى لكم التوفيق في كل حاجه. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده انا دعيت فجاه لتفقد مشروع اهلي، وفوجئت وانبهرت بالمستوى الرائع. استثمار اهلي في القطاع الطبي ده إضافة ممتازة لمركز دار السلام والمجتمع دار السلام. أنا شفت تجهيزات مجمع رضوان الطبي، إضافة ممتازة وصرح عظيم في المجال الطبي يحتاجه المجتمع، هيخدم قطاع عريض من الأهالي البسطاء. وانا عرفت كمان ان المجتمع المجمع الطبي باسعار في متناول المواطن العادي. احنا بنتوجه بالشكر لصاحب المجمع، والاجمل من ذلك ان انا شفت حماس وتحمس للعمل من الفريق الطبي والفريق التمريض، وده شيء مبشر بالخير بإذن الله، وإضافة ممتازة جدا أسعدتنا. ويا رب نلاقي هذا الاستثمار في مجالات كثيرة تخدم المجتمع. مجمع رضوان الطبي احنا بنقدم خدمة للمريض، خدمة تنافسية، بمعنى ان هو بياخد احسن خدمة في المستشفيات الاستثمارية بأقل سعر. المريض هنا بيدخل بأقل سعر الكشف، أقل سعر الإقامة، حتى العناية سعر يعني لما نشوف قائمة الأسعار بالنسبة للمريض في متناول الجميع. وفي نفس الوقت بتأدي خدمة عليه، أنا هتخدم كل شرايح المجتمع، الفقير واللي مش معاه فلوس، وفي نفس الوقت الغني، لأن هو هيلاقي خدمة نفس اللي بياخدها في المستشفيات الاستثمارية بس بالأسعار القليلة اللي احنا حاطينها. الميزة كمان هنا في المكان إن هو يعتبر أول مكان على مستوى المركز بالكامل مجهز من كل حاجة. احنا عندنا كادر من الأطباء في كل التخصصات، يعني عندنا طبيب مقيم في الاستقبال، عندنا طبيب مقيم في العناية، عندنا طبيب مقيم نساء وأطفال، تمام؟ بالنسبة لعيادات الصبح في عندنا أخصائيين جراحة عظام، جراحة عامة، مخ وأعصاب، وعندنا برضو أخصائيين نساء بيجوا الصبح وأطفال يساعدوا مع الطبيب المقيم، غير طبعا الاستشاريين اللي بيجوا لنا زيارات شهرية.
ان شاء الله يعني نستهدف يعني استشارين اساتذه من الجامعه في كل التخصصات. انا اخر حاجه احب اقولها لكل المواطنين اللي هيشرفونا ان شاء الله بالزياره وهياخدوا الخدمه، تاكد انت من اول ما تدخل لغايه ما تخرج هتحس بالامان والثقه، وده شعارنا الثقه والامان. بالنسبه لقسم التحاليل في مجمع الرضوان الطبي ان شاء الله، فاحنا مجهزين معمل المجمع على احدث تقنيات التحاليل الطبيه الموجوده في مصر حاليا. يعني احنا عندنا اجهزه السي بي سي، صوره الدم الكامله الهيماتولوجي، وعندنا اجهزه الهرمونات واجهزه العنايه، وكمان ان شاء الله باذن الله هيكون في ان شاء الله اي بي جي اللي هو جهاز الغازات الدم، وباذن الله هيكون في متناول الجميع باذن الله. يعني هتكون الاسعار ليست تنافسيه بالمره، يعني باكد على الكلمه انها هتكون الاسعار اقل من اي حد وخدمه اكتر من اي حد في المركز باذن الله. عندنا هنا في المجمع الطبي تمريض متميز على اعلى مستوى، بكالوريوس تمريض ومعهد تمريض، اضافه كمان للكارنيه مزاوله مهنه، بيتميز بالكفاءه العاليه والدقه في التعامل والتميز، كمان ان هو كل قسم ليه تمريض مخصص بيه، يعني قسم العمليات التمريض الخاص بيه، قسم العناية التمريض الخاص بيه، قسم الاستقبال التمريض الخاص بيه. إضافة كمان في ميزة كويسة إن في عندنا تمريض متنقل، فريق تمريض متنقل للأقسام الطارئة، إن لو في أي أوفرلود أو في أي زيادة في الأقسام التمريض المتنقل ده بسرعة أو في أقل من ثواني أو دقائق بيكون التمريض ده في المكان. الأونكول بيرن في المستشفى كلها إن في حالة حرجة أو كده، التمريض المتنقل بيلف على المستشفى كلها أو بيمر على المستشفى كلها. كمان في عندنا حاجة حلوة التمريض بيعملها هنا، إن احنا دورات تدريبية باستمرار أسبوعياً أو شهرياً مع المرور الدوري. عندنا جروب مكافحة عدوى، عندنا كمان جروب جودة، دي دورات تدريبية باستمرار يستمر كل أسبوع، مكافحة عدوى مرور كمان عشان منع انتقال العدوى، بندربه على أعلى مستوى. الرضوان الطبي فريق إداري متكامل على أعلى كفاءة وأعلى دقة، عندنا إدارة عمل على أعلى مستوى لحل مشاكل المرضى والزائرين. الإدارة هدفها الأساسي تقديم أفضل خدمة في أسرع وقت.